السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولادي بناتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. نصلي ونسلم ونبارك على رسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. النهاردة الفيديو بتاعي صغير خالص إن شاء الله. طبعا أنا عاملة ده بمناسبة المولد النبوي الشريف، طاجن زي ما انتم شايفين ورق عنب، قلب الكوسة بعمله بالبشاميل، وطبعا عندي هنا مشكل محشي بدنجان وفلفل وكوسة ان شاء الله، والفرخة على النار. انا بس هنعمل الفرخة اللي هي بتتقلى بالدقيق قدامكم بعد ما تطلع ان شاء الله، عشان بسلقها نص سلقة. فان شاء الله الفيديو بتاعي النهاردة يعجبكم، وصغير وبسيط كده، كلنا بنعرف نعمل المحشي. واشكركم وكل عام وانتم بخير. ودلوقتي حبايبي انا هعمل الخلطة اللي انا نحط فيها الفراخ. كوباية دقيق، نص كوباية نشا، معلقة توم بودر، معلقة بصل بودر صغيرة بتاعت الشاي، ومعلقة ملح صغيرة برضو، معلقة فلفل اسود، وحطيت طبعا مية. انا مش عايزاها تبقى خفيفة، انا عايزاها تبقى السم كده كده، يعني زي ايه اهي كده، دي كده ما شاء الله. هنحط بقى فيها الفراخ وبعدين نقليها لما الزيت يسخن ان شاء الله. تتنقلوا معي على البوتاجاز علشان نشوف الجمال ده هو هنعمل فيه. دلوقتي حبايبي هحط الفراخ اللي هحمرها ان شاء الله في الزيت. طبعا انا حطيتها في المحلول ده، كده حبايبي نقلبها بقى على الوجه الثاني ان شاء الله. نشوف الفراخ بتاعتنا يا حبايبي ما شاء الله، نقلبها على الجنب الثاني، بتاخد لون حلو كده، مقرمشه من بره ومن جوه تبقى طريه ما شاء الله ما شاء الله. حضرها مصفى عشان نصفيها من الزيت. طلعها الله. لونها جميل جدا ومقرمش. هناخد بقى الستر ما شاء الله، صلى الله عليك يا رسول الله ما شاء الله ما شاء الله. كده يا حبايبي خلصنا اكلتنا، ادي المحشي، وهنا ورق العنب بسم الله ما شاء الله، ودي البشاميل بتاع قلب الكوسه، وادي الملوخيه، وادي الدجاج الجميل المقرمش الحلو جدا جدا جدا، مش عارفه انتوا شايفينه ولا لا، منظره تحفه، منظره حلو قوي. ان شاء الله تشوفوها لما
نقدم سفرتنا بإذن الله، وكل عام وانتم بخير. ودي كانت سفرتنا النهاردة يا حبايبي، ان شاء الله تعجبكم، واشوفكم في فيديو قادم لو كان في العمر بقية. وكل عام وانتم بخير.